نبداو عدد اليوم الجورنال فيغ بخبر عنوانه شرط واحد يفصل الشابي عن تجديد عقده تلقائيا مع الرجاء، وغيضمن لسعد الشابي جديد عقده تلقائيا مع فريق الرجاء الرياضي والاستمرار المدربه للفريق الاخضر في الموسم الرياضي المقبل في حال تحقيقه المركز الثاني في ترتيب البطوله الوطنيه، وكينص العقد اللي كيربط المدرب التونسي بفريق الرجاء على تجديده تلقائيا في حال نجح في تحقيق هدفين من بين الاهداف الاربعه المتفق عليها في العقد، وهي المنافسه على لقب كاس العرش احتلال المركز الثاني في البطوله الوطنيه والمنافسه على لقب كاس الكاف البطوله العربيه للانديه البطاله. ونجح المدرب التونسي في تحقيق الهدف الاول بتتويجه بلقب كاس الكاف، وصبح قريب من تحقيق الهدف الثاني باش يضمن تجديد عقده تلقائيا وبشروط ماليه افضل. وكيرغب الشابي في مواصله مسيرته مع فريق الرجاء في الموسم الرياضي المقبل حسب تصريحات سابقه ادلى بها الوسائل الاعلاميه التونسيه، خاصه بعد نجاحه في التتويج بلقب كاس الكاف. رئيس الرجاء يوبخ نائبه الابراهيمي بسبب جلسه جمعته بأيت منا ورئيس نهضه الزمامره ووكيل اللاعبين، واثرت جلسه باحد مقاهي مدينه الدار البيضاء جمعت بين هشام أيت منا رئيس شباب محمديه وعبد السلام بن القشور رئيس نهضه الزمامره فضلا على وكيل اللاعبين الى جانب خالد الابراهيمي المسؤول عن الفريق الاول الرجاء، اثرت استغراب رئيس النصر الخضر رشيد الاندلسي. وما راقتش الجلسه رئيس فريق الرجاء لا سيما وانها جات قبل 3 ايام فقط من المباراه اللي غتجمع رفاق انس الزنيتي بنهضه الزمامره لحساب جوله 28 من البطوله الوطنيه، واستفسر نائب خالد الابراهيمي على اهداف وفحوى هذه الجلسه، ووضح مصدر خاص ان الابراهيمي اكد للاندلسي ان الهدف الرئيسي من الجلسه هو ان احد الطرفين جا باش يعبر على رغبته في الاستفاده من احد اللاعبين الشبان داخل الفريق الاول، غير ان اخبار اخرى كتقول باللي الوكيل اتصل بمسؤول الرجاوي من اجل تنسيق اللقاء بينه وبين رئيسي الفريقين وتحدثوا على ضروره غياب احد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الاخضر على مباراه نهضه الزمامره، مع العلم ان اللاعب عنده عقد مع الوكيل الحاضر للجلسه شانه شان ابرز لاعبي الفريق الاخضر وكيتدخل كثيرا في شؤون الفريق. وتناقل الخبر محبي ومنخرطي الفريق الاخضر وعبر على سخطهم الكبير من تصرفات الوكيل المذكور، ومن موافقه المسؤول الرجاوي على حضور الجلسه للحديث على مباراه كتعتبر مهمه للفريق الاخضر من اجل ضمان المشاركه في مسابقه دوري ابطال افريقيا الموسم الرياضي المقبل. الاصابه تهدد مشاركه احد ركائز الرجاء الرياضي ضد نهضه الزمامره، وكتهدد الاصابه مشاركه عمر العرجون متوسط ميدان فريق الرجاء في المباراه اللي غتجمع فريقه بنهضه الزمامره الجمعه المقبل لحساب جوله 29 من البطوله الوطنيه. ومن مصادر مطلعه فعمر العرجون غاب على المباراه الاخيره اللي خاضها الفريق الاخضر السبت الماضي امام اولمبيك اسفي بحكم تفاقم الاصابه اللي كان تعرض لها في وقت سابق وسبت لي الام حاده على مستوى القدم. وفضل الطاقم التقني لفريق الرجاء بقياده التونسي سعد جرده الشابي اراحه عمر العرجون، خاصة أن أرضية ملعب مسيرة بأسفي ماشي جيدة وكانت غتضعف إصابة متوسط ميدان الفريق الأخضر ضد الفريق المسفيوي. وأكدت نفس المصادر أن الطاقم التقني كيدرس إمكانية عدم إشراك العرجون ضد نهضة الزمامرة رغبة منه في تجنيب اللاعب أي مضاعفات محتملة ولضمان مشاركته في مباراة اتحاد جدة السعودي برسم نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية البطالة اللي كتعتبر مباراة الموسم للفريق الأخضر. رشيد الاندلسي الاقصاء امام طونغيت السنغالي كان سببا في تتويجنا بكاس الكاف، وقال رشيد الاندلسي رئيس فريق الرجاء ان الاقصاء ضد طونغيت السنغالي في دوري ابطال افريقيا كان في الخير على النصر الخضر بحيث مهد ليه المشاركه في كاس الكاف والتتويج باللقب على حساب شبيبه القبيل الجزائري. وضاف رشيد الاندلسي ان الجميع كيعرف الظروف اللي جا فيها اقصاء الرجاء من عصبه الابطال الافريقيه، لكن شاءت الاقدار انها تعوض الفريق على هذا الاقصاء المفاجئ بالتتويج بلقب كاس الاتحاد الافريقي. واكمل رئيس الرجاوي وقال ما كناش كنعرفوا ان مركب محمد الخميس كيعاني من مشكل تقنيه التصفيه الذاتيه للماء المتواجد على عشب ارضيه الملعب، وبعد مشاوره مع اعضاء المكتب ارتئينا عدم النزول الملعب والاحتجاج على الحكم الجزائري بن ابراهيم الحلو اللي اصر على اكمال المواجهه رغم غياب ظروف ملائمه نظرا لسمعه فريق الرجاء وتفادي لتشوي صوره الفريق. محمد الشيبي يبعث برساله خاصه لمسؤولي الرجاء الرياضي، وفي التفاصيل دخلت مجموعه من الانديه الوطنيه في مفاوضات جاده مع وكيل محمد الشيبي المدافع الايمن لفريق اتحاد طنجه بدا في الاستفاده من خدماته خلال الموسم الرياضي المقبل. وكشفت مصادر مطلعه ان وكيل محمد الشيبي تلقى عروض من مجموعه من الانديه ابرز الجيش الملكي اللي عبروا مسؤولي على رغبته في استعادته بعد الاداء المميز اللي بات كيبصم عليه رفقه اتحاد طنجه خلال الموسم الكروي الحالي. ووضحت المصادر نفسها ان فريق الجيش الملكي كيحاول استغلال نهايه العقد اللي كيربط الشيبي باتحاد طنجه بهدف استماته للعوده للفريق العسكري، فيما كيكثف حسن بالخضر الكاتب العام للفريق الطنجي جهوده هو الاخر لابقاء اللاعب المذكور بالفريق وتجديد عقده الموسمين الاضافيين. وزادت نفس المصادر ان الشيبي اجل الحسم في العروض اللي توصل بها في الفتره الاخيره وكينتظر قرار مسؤولي الرجاء، خاصه انه كيحدو طموح كبير للعوده للفريق الام والدفاع على الوانه في الموسم الرياضي المقبل. وكان الشيبي مرشح لانتقال فريق الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الشتوي قبل الماضي، غير ان جمال السلامي المدرب السابق للفريق اكد عدم حاجته ليه واكتفى بخدمات عمر بوطيب رغم مطالب بعض الجماهير الرجاويه بضمه للفريق.
اولترا الرجاء تدعو لوقفه احتجاجيه يوم الخميس المقبل بملعب الوزيس، وعلنت مجموعه المكانه المسانده لفريق الرجاء الرياضي على تنظيم وقفه احتجاجيه غدا الخميس بدايه من الساعه 5 عصرا بملعب الوزيس. وحسب بيان المجموعات الرجاويه الصادر الاثنين الماضي، فدوافع الوقفه الاحتجاجيه رجع الغياب تاريخ محدد للجمع العام، وكذلك الضبابيه اللي كتحاكم مستقبل الفريق قبل اسابيع من بدايه الموسم الكروي الجديد. وكانت المجموعات المسانده لفريق الرجاء الرياضي قامت بوقف احتجاجيه شهر مارس الماضي للدعوه من اجل رحيل المدرب السابق جمال السلامي والمكتب المسير للنادي. الرجاء الرياضي يراسل الكاف من اجل السوبر الافريقي، وفي التفاصيل راسل فريق الرجاء الرياضي الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف من اجل معرفه التاريخ الرسمي لاجراء السوبر الافريقي بعد التعرف على الطرفين النهائي. واكد مصدر مسؤول ان الفريق الاخضر راسل الكاف لتفادي التاخر في تحديد موعد السوبر الافريقي، خاصه ان المكتب المسير عنده التزامات مهمه ابرزها نهائي البطوله العربيه وموعد الجمع العام اللي مازال ما تحددش التاريخ. وبعد وبدل المكتب المسير لفريق الرجاء المراسلات الكاف بعد تتويج فريق الاهلي المصري بلقب دوري ابطال افريقيا يتعرف النصر الخضر على منافسهم في السوبر الافريقي، وبقى فقط تحديد التاريخ الرسمي لاجراء المواجهه بينهم. المقرر انها تنظم في قطر الموسم الثالث على التوالي، مع العلم ان النسخه الاولى المنظمه في هذا البلد توج بها فريق الرجاء على حساب فريق ترجي التونسي. زيارة خاصة من وزيرين لأكاديمية الرجاء الرياضي والوزيس، ونظم الوزير الأول دولة تنزانيا ووزير الشباب والرياضة للدولة نفسها زيارة خاصة لأكاديمية فريق الرجاء الرياضي وملعب الوزيس، وطلبوا الوزيرين المقربين منهم تحديد موعد مع مسؤولي فريق الرجاء بدأ في تنظيم زيارة لأكاديمية الفريق الأخضر وملعب الوزيس. وبداوا الوزيرين إعجابهم بالأكاديمية الرجاوية وملعب الفريق الأخضر، إذ كان في استقبالهم رشيد الأندلسي رئيس الرجاء وبعض أعضاء المكتب المسير. يشار أن الأوضاع الصحية اللي كتعرفها بلادنا ساهمت في تأخر موعد افتتاح الأكاديمية الرجاوية بسبب تأخر وصول المعدات اللي كيستوردها الفريق من إيطاليا. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال الفير، في أمل الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.